معاناة الشباب كلها بموضوع حفظ المقامات من كل العلامات. هلا أنا لا أحفظ المقامات من كل العلامات، برتب الأمور. فرضا المقامات، برتب المقامات إنه أنا بدي أحفظ العجم، بدي أحفظ الرصد، بدي أحفظ بالتتالي. فببدأ مثلا على سبيل المثال، ببدأ فرضا بدأت اليوم بالكورد، راح أخذ يعني مقام الأعلى بتاعي، بدأت بالكورد. طيب أنا شو ببدأ بحفظ؟ بحفظ أول شيء الكورد من أوتار مطلقة، الكورد من أوتار مطلقة، يعني بحفظ كورد الري اللي هو الأساس، مي بيمول، فا، صول، لا، سي بيمول، دو، ري. طيب أنا بنفس خارطة الأصابع اللي مشيت فيها على الري، يعني ري مي بالأول، فا بالثالث، صول فاضي، لا ثاني، سي بيمول ثالث، دو فاضي، ري ثاني، نفس الخارطة بمشي فيها على لا، بحفظون لا سي دو ري، طبعا سي بيمول ري مي بيكار فاصل لا، نفس الخارطة بمشي فيها على وتر الصول، صول لا سي دو ري مي فاصل، يعني نفس الخارطة اللي أنا حفظت منها وتر واحد بمشي فيها على كل الأوتار. بهالحالة أنا بكون نفست الكورد من كل الأوتار. طيب إذا إجاني فرضا بدي أحفظه من علامة دو، كورد الدو دو، ري بيمول، مي بيمول، فا، صول، لا بيمول، سي بيمول، دو. تمام، أنا مشيت دو، أخذت ري بالرابع، نزلت مي بالأول، فا بالثالث، صول، لا بالأول، سي بالثالث، دو. طيب نفس الخارطة إذا حفظتها بنزل على الفا، بصير عندي كورد الفا. نفس الخارطة، فا، صول بيمول، لا، سي بيمول، دو، ري بيمول، مي بيمول، فا، آخر وتر. فنفس الخارطة إذا حفظت من الدو أنا بحفظ من الفا، وكذلك الأمر بحفظ من السي بيمول. طيب إذا أخذت أنا كورد المي، مي، فا، صول، لا، سي بيكار، دو، ري، مي، يعني كل علاماته علامات بيكار، مي، فا، صول، لا، سي بيكار، دو، ري، مي بيكار. طيب نفس الأصابع إذا رفعت على السي ومشيت نفس الخارطة باخد كورد السي، نفس الخارطة، سي، دو، ري، مي، فا دييز، مو نفس الخارطة مشينا، أول ثاني فاضي، أول ثالث فاضي، أول ثالث. فبهي الحالة أنا قادر إذا حفظت خارطة مقام من وتر مطلق مشي على كل الأوتار، أو من علامة عفق بالإصبع الأول فرضا مثل المي، مثل اللا جواب، مثل السي، بحفظ الدو نفس الخارطة بمشيها على الفا وعلى السي بيمول. طبعا هذا الموضوع محتاج أنك أنت تحفظ العلامات، لابد أنك تكون حافظ العلامات، بعدين تلقائيا أوتوماتيكيا ممكن أنت ما تلفظ العلامات، لكن عم تمشي أصابعك على خارطة المقام، بنسميها خارطة للمقامات. بهالشكل أنت ممكن تمشي أصابعك وتحفظ المقامات من كل العلامات، سواء كان وتر مطلق أو علامات عفق.